افتتح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي بمدينة الغردقة حلقة السمك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد فيها، وتمت عملية التجديد على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية. كما افتتح المحافظ أعمال تطوير طريق مطار الغردقة التي تمت على أعلى مستوى وفي وقت قياسي لتظهر المدينة في أبهى صورها، خاصة وأن المواطنين وضيوف المحافظة من السائحين يستخدمون هذا الطريق يوميا. وكانت توجيهات القيادة السياسية تؤكد على ضرورة رفع كفاءته ليعطي انطباعا جيدا يبرز جمال المدينة ويحسن من الصورة الذهنية.